المتراد ورقص الكبار في المرموم، ويا مجمل الرقص مع الكبار في هذا الصباح، أشواط العمالقة وأشواط هذا اليوم الجميل والرائع بالأثارة والحماس في ميدان المرموم، تتواصل وتنطلق بهذا الاندفاع وبهذا التحدي. الشوط السادس أعلنت قبل قليل بداية انطلاقته، وهو الخاص بالحول المهجنات الأصايل في 8 كيلومترات ليتجدد روح التنافس والتحدي لجماهير ومحبي وعالم الأصالة في الميدان الذكي في المرموم ضمن هذه الفعاليات للمهرجان الختامي في المرموم الذي انطلق والذي أتى بكلمه جميل ورائع في هذه الأيام. نعود ونسير مباشرة إلى المراكز الأولى لنتعرف على من قادة مساري هذا الشوط، هذه المينونة اللي قادت المشاركات، المينونة قادت المنطلقات، اسم تراثي جميل هذه المينونة، حمد بن سالم بن سليم الاكتبي تسيطر على الذلل المهجنات وتقودن. بينما في هذه اللحظات تقدمت الظنة في هذا الانطلاق، ياتي سهيل بن سعيد بن شلبود الخيالي تنطلق على المركز الأول، وهناك تاتي كذلك على المركز الثاني وتتقدم بينونة وزايد بن محمد بن زايد المنصوري، هذا الشعار الذي يعرف الرموز ويعرف الناموس والفوز. المركز الثالث تراجعت المينونة على المركز الثالث، حمد بن سالم بن سليم ممثل المدام كذلك المنطلق مع هذه التحديات. بينما المركز الرابع تتقدم فيه الصغيرة تتقدم هناك وتاتينا، وياتي غانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني الذي ينطلق على المركز الرابع مع الصغيرة. بينما هناك اليازي وسعد بن عنزام بن خاتم النعيمي يتقدم على المركز الخامس. بينما المركز السادس في هذا الاندفاع تواجد وتقدم من قبل العنود سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان على المركز السادس. بينما النصيبة وصلت لراشد بن عبيد بالهلي الهاجري انطلقت على المركز السادس. بينما المركز السابع الشاهينية لسيف بن هزيم بن محمد المسافري. بينما المركز الثامن هناك من الجانب الآخر وصلت شوق لناصر بن مغير بن سالم العميمي. بينما المركز التاسع الدكتور وسالم بن حمود بن علي الهاشمي الذي يقدم الدكتورة. بينما المركز العاشر وصلت فيه العنود وتقدمت العنود على أرض العطاء والجود، وياتي سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان الذي ياتي في المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في مسار هذا الشوط في تحدياته في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع ورقص الكبار في 8 كيلومترات، 8 كيلومترات الذي تسير بهدوء في البداية وتسير كذلك بتأني من الأخوة المضمرين، وتحمل كذلك الأسماء الذي قدمت إنجازات رائعة وكبيرة من سن تقريبا بنقول من سن الفطامين والحقائق حتى وصلت إلى سن الحول وتمسكوا بها المضمرين والملاك بإنجازاتها وتحدياتها. انطلقت اليوم في سن الكبار في ميدان المرموم في ختام المرموم 2015 في هذا الإبداع في الميدان الذكي في هذا الملتقى الخليجي الجميل والرائع هنا من ملاك الأصالة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. نعود إلى المركز الأول بعد أن أكملنا ندانا للعشر المراكز الأولى، غيرت وعادت المينونة، عادت المينونة على المركز الأول، انطلقت بهذا الاندفاع، وياتي حمد بن سالم بن سليم الاكتبي ليقدم هذه النوعية ويقدم هذه الانطلاق وسلالة المينون. بينما المركز الثاني
في ثاني المراكز انطلقت الظن الظن وياتي سعيد أو سهيل بن سعيد بن شلبود الخيالي الذي يقدم الظن على المركز الثاني. بينونه يا بينونه يا مجملة يا بينونه بينونه تنطلق على المركز الثالث. ياتي أبو زايد هذا الانطلاق وزايد بن محمد بن زايد المنصوري مع هذا الاندفاع على المركز الثالث. ثلاثية جميلة الثلاث اللي بهنزان اللقى يوم وصلا عند كيلو الامتحان ولعت ما بين النار اللظى. الله المركز الرابع نسير إلى رابع المراكز ونلقى النصيبة الذي تنصب نفسها في رابع المراكز وراشد بن عبيد بن هلي الذي قدم النصيبة كذلك وطموحه كبير في نيل ناموس في هذا الشوط. وأهالي المرموم يتابعونه يتابعونه يبون السلام من الميدان إلى موقع المرموم الجميل الذي يحتضن هذه الانطلاقات. المركز الخامس اليازي تأتي في المركز الخامس يأتي سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي الذي يقدم هذا الشعار وهذا الانطلاق على خامس المراكز. بينما المركز السادس وصول من الدكتورة الدكتورة سالم بن حمود بن علي هاشمي المشاركة العمانية الجميلة الذي تنطلق في هذا الاندفاع هنا في ميدان المرموم. اشكرك يا الهاشمي. بينما المركز السادس انطلقت على سادس المراكز وصلت الصغيرة وصلت الصغيرة في هذا الاندفاع وغانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني في هذا الملتقى في هذا الاندفاع. بينما المركز السابع تأتي في شوق ويأتي ناصر بن مغير بن سالم العميمي يقدم لنا شوق شوق. بينما المركز الثامن تتقدم العنود سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان هناك يقدم العنود بن رشدان يقدم العنود واليها في الابطال ويحسب حسابات المسافة. الله يا شاعر الله. المركز التاسع تقدمت في تاسع المراكز الذهيبة وياتي سالم بن محمد بالضبيع الذي يقدم الذهيبة. وعاشر المراكز تتواجد في الشاهينية سيف بن هزيم بن محمد المسافري. هذه العشر المراكز الأولى وهذا موعدنا مع حزام القابات مع أجمل الأصوات مع حزام القابات في هذا الانطلاق. وممثل المدام يقود مسار المهجنات مع حزام القابات وبوابة العبور 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 مع الثلاثة كيلو متر. وهذه المينونة هذه المينونة تقود المسار تقود هذا الشوط بهذا الاندفاع وهذا الأداء الجميل والشكل الجميل كذلك تقود وأمال أهالي المدام كذلك وطموحهم في السلام في هذا الصباح. معك يا بن سليم ومعودنهم كذلك على فكرة هذا الشعار شعار بن سليم معودنهم بالسلامات مشاركات فعالة وجميلة وممثل رائع في عالم الأصالة لأهالي المدام. هذه المينونة حمد بن سالم بن سليم الاكتبي يقود مسار هذا الشوط. بينما المركز الثاني الله يا بينونه بينونه واهل الغربيه اهل الغربيه مع هذا الشعار النادر والجميل الذي قدم كل ما هو جميل. يا ما صال وجال وقدم قدم في الرموز الانجازات العديده يستحق يستحق الاشاده يستحق الاشاده. هذا الشعار شعار ابو زايد الله يا بينونه زايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم بينونه في هذا الانطلاق. وهناك التواجد للظن الظن سهيل بن سعيد بن شلبود الخيالي منافسة قوية وشرس للغاية في هذا الشوط. ولكن لا زالت الأمور في هدوء الهدوء الذي يسبق عاصفة هذا الشوط هناك مع العنوان مع العنوان. وصلت وتحركت اليازي سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي واصل النعيمي على المركز الرابع والمركز الخامس. تحركت النصيب وراشد بن عبيد بالهلي بالهلي يا بالهلي مع هذا المسار. هناك المشاركة من الدكتورة سالم بن حمود بن علي الهاشمي وأهالي السلطنة يتابعون كذلك ويرقبون في السلامات. هناك يا الهاشمي أهالي والي وادي بن خالد في المنطقة الشرقية في جنوب الشرقية في السلطنة. يلا روح روح مع الفورمة مع الفورمة في هذا الانطلاق. الله يا الموقف الله يا هذا الموقف. شوف شوف
شوف شوف الانطلاق غادة الشوط. الظن سهيل بن سعيد بن شلبود الخيالي قاد الخيالي مساري هذا الشوط، وبينونة بجوارها وكذلك المينونة بجوارها، وتتقدم اليازي كذلك. اليازي بقول وبينونة، وهناك كذلك الانطلاق من قبل الظن، من قبل الظن. الله الله الله، والمينونة الرباعية الجميلة، الرباعية الجميلة على فكرة نقطف المرموم يحصل عليها المالك بإنجازاته وبانطلاقاته، وتتردد كلمة الناموس في ميدان المرموم، في ميدان المرموم لا تقدر بأثمان النقطة. الله، وفي ختام المرموم الله يا الغربية، الغربية على رأس حربة هذا الشوط، وتقود هذا المسار، هذا المسار مع 800 متر الأخير. يا سلام يا سلام، بينونة 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 على مقدمة الشوط، زايد بن محمد بن زايد المنصوري والإعصار الغربي، الغربي الغربي الغربي. المركز الثاني وصلت الجازي، الجازي سعد بن عنزان بن خاتم النعيمي على المركز الثاني، المينونة على المركز الثالث، حمد بن سالم بن سليم، ووصلت وتدخلت الصغيرة، الصغيرة غانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني. الله 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 الله، خلاص يا الغربية. السلام غربي يا ابو سلطان، يقول السلام غربي. نعم غربي غربي غربي، تعود الغربي وتعودت السلامات في هذا الابداع الكبير. رويان الغربية رويت من السلامات مع هذا الشعار. تهانينا 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 لزايد بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز، على هذا الفوز. الله اشكرك يا حمود، مشكور يا حمود على هذه المتابعة. حمود بن محمد بن سالم الوهيبي من أحد الشباب الذي غاد هذا المسار وغاد هذا الشعار في هذا الموسم وفي هذه الانطلاقات وبهذه الإنجازات. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، بينما اليازي في المركز الثاني، سعد بن عنزان بخاتم النعيمي الصغيرة وصلت في المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، لغانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني. المركز الرابع لا راشد بن عبيد بالهلي الذي وصلت النصيبة، والمركز الخامس العنود وصلت في المركز الخامس لسعيد بن عبيد بالرشدان. هكذا كان هذا الشوط وأثارته وحماسه وانطلاقاته الجميلة، ولكن بينونة من حملة السلامات للغربية هناك في بينونة ومدينة زايد وغياثي وكل أهالي الغربية. يا سلام، التوقيت الزمني 12:57 و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لزايد بن محمد بن زايد المنصوري، بينما وصلت في المركز الثاني. ارحبوا يا اهل الهجن والجو طيب، حضروا لي دايم. وصلت في المركز الثاني لهليازي لسعد بن عنزام بن خاتم النعيمي، قدمت توقيت زمني 13:01 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث تقدمت في الصغيرة لغانم بن عبد الهادي بن علي الشهواني، قدمت توقيت زمني مقداره 13:08 من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام، ويل الزميل فايز بن غافر. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأفاضل، شكرا للزملاء على التواصل، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات هذا المهرجان السنوي الكبير. هنا شوطنا السابع، من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، سابع أشواط هذه الفترة الصباحية بهذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا.